بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، الجميع، وده أنا بقوله عن ثقة بعد ما سألت كل الناس في النادي الأهلي، كل اللاعبين عندهم، قال لك احنا خلصنا الشوط الأولاني أو هنعتبر نفسنا ما لعبناش. الماتش يوم 25 يوم السبت الساعة 8، هو ده الماتش. إن شاء الله الشوط الثاني هيلعب على استاد القاهرة. لعيبه النادي الاهلي اعتادوا على مثل هذه المواجهات الصعبه خلال السنوات الماضيه، وعارفين كويس جدا كيف يتم حسم البطولات. انا هنا بقول على ثقه للاعبين كبيره جدا، كلنا ثقه فيهم، ولكن اللعيبه هيعملوا دورهم، جهاز فني هيعمل دوره، الجمهور هيعمل دوره.